متحف السليمانية ثاني أكبر المتاحف في العراق، تأسس سنة 1961، ويتضمن في أوراقه الآلاف القطع الأثرية النادرة والمهمة والمتنوعة من المعالم الأكثر أهمية، وخاصة لامتلاك آثار حضارة وادي الرافدين، ولتعتبر من أهم الحضارات الإنسانية. ويطابق المتحف على المعايير العالمية المعروفة في علم المتاحف من حيث العرض والتنسيق. متحف سليمانية هو متحف آثاري في مدينة سليمانية، يعود تاريخه إلى 14 تموز سنة 1961، وهو ثاني أكبر متحف في العراق. في الحقيقة هذا المتحف هو من المتاحف المهمة الآثارية، لأن يضم آثار حضارة وادي الرافدين من عصور الحجرية إلى الفترة العثمانية، وبعد التنسيق مع منظمة اليونسكو وعمل ماستر بلان لمتحف سليمانية، وهذا أول من نوعه يحدث في العراق. إن شاء الله إحنا في عمل متواصل لعرض الآثار وتحديث القطع الأثرية وعرضها بشكل ملائم بما يتناسب مع ذوق الزائر والمواطنين. ويعاني متحف السليمانية من قلة الدعم الحكومي بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ويحتاج إلى الأدوات والمواد التي تحافظ على القطع الأثرية من التفتيت والزوال. بالمتحف السليمانية عندنا مختبر صغيرة وهم قسم صغير بالصيانة. هسا أنا خريج قسم الصيانة، بس بالمتحف السليمانية ما عندنا أدوات خاص بالصيانة حتى أنا نستخدم بالصيانة جرة فخارية وأدوات الأخرى. زوار المتحف أكدوا أهمية المتاحف في الدول لأنها تعكس تاريخ تلك الدولة، ويجب الاهتمام بها والتشجيع على زيارتها بنشر الوعي الثقافي والفكري والحضاري. مكاشفة يبدي من العصر الحجري، يعني خلينا نقول من بداية إنسان نياندرتال. فيعني شيء حلو بأنه إحنا عندنا تاريخ، عندنا خلينا نقول حضارة وأقدم حضارة، خلينا نقول بوادي الرافدين. والله هو أهمية المتاحف بدول كلها، هاي المتاحف يعني صورة واجهة للبلد، فالمتاحف تعطي فكرة عن البلد، شو الحضارات اللي بيها وكل شيء. يعني بس ينراد لها اهتمام شوية من الحكومات لحتى تضبط المتاحف، لأنه هي واجهة البلد. ويحكى المتحف قصة الحضارة في بلاد الرافدين وحيثيات صراع امبراطوريات غابرة على هذه الأرض الخصبة، ويعد أحد أهم معالم هذه المدينة التي تحمل لقب العاصمة الثقافية لإقليم كردستان العراق. لقناة صلاح الدين، عدنان أحمد، السليمانية.